يومية شاملة من صالة التحرير. هكون معاكم أنا محمد سيسي ومعايا رغدة بكر. أهلا يا محمد. في الحقيقة قبل ما نبدأ فقرتنا الرئيسية، في خبر مهم جدا صادر عن مجلس النواب، وهو موافقة المجلس بإجماع الآراء على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية. طبعا بلا شك هذا الخبر يتعلق بالأزمة الليبية. قد يبدو الخبر قصير لكنه قد يترتب عليه تحركات أكبر من كده. هنشوف الفترة الجاية كل هذه التفاصيل والتحركات. أما بخصوص الفقرة الرئيسية فخلونا نعرف رؤوس العناوين مع زميلتي رغدة بكر. شوف يا محمد، احنا حاولنا نعمل حصر للمواضيع الأهم اللي تصدرت المشهد النهاردة. كان على رأسها إعلان خبر بدخول الملك سلمان عبد العزيز للمستشفى، وعمل يعني شيك اب كامل، وكان عنده حاجه في المراره، فاحنا عايزين نطمئن على حالته الصحيه. هيكون معانا ضيف محمد من السعوديه يتكلم معانا في هذا الامر ويقول لنا مستجدات حالته الصحيه. الخبر الثاني ايضا اللي تصدر المشهد واللي هنغطيه خبر غريب، وهو انه الحكومه بتبحث عن اصحاب 12 سياره مرسيدس. ليه وايه الاسباب وايه التفاصيل هنعرفه في فقرتنا الثانيه. الفقره الثالثه هي اكثر غرابه، وهي انه في مجموعه من المصطفين عملوا زي مظاهره في الساحل الشمالي بالمايوهات. يبدو الموضوع مضحك او هزلي، لكن الموضوع جد جدا، وهم عندهم مطالب معينه هنعرفها من ضيفنا كمان اللي هيكون معانا على الزوم. اما ثالث حاجه برضو موضوع مش بعيد عن المصايف وعن الساحل والحاجات دي، دايما في خناقات يا سيسي هتلاقي دايما في كل فتره الصيف عن المايوه والمحجبات يدخلوا البسين ولا لا، حوار ومشكله مكرره ومعاده، هنتكلم في الموضوع ده. وعندك ايه تاني؟ طيب في ثلاث حاجات مهمه ايضا في فقرتنا الرئيسيه. في خبر بيمثل بشرى لملايين من المصريين، كل المصابين بكورونا واللي بيبحثوا عن اي علاج للوقايه، هناك خبر بيمثل بشرى كبيره من وزاره الصحه المصريه، وهناك ايضا حوار شامل حوالين هذا الخبر. في ايضا تسجيل حصري من داخل السجن لسما المصري، قالت فيه ايه والمين وعلشان ايه، كل ده هنعرفه في فقرتنا الرئيسيه. وانا اختتم هذه الفقره بتقرير غريب جدا، قصه يا رغده تبدو يعني غريبه لكنها حصلت. مواطن مصري اخواته قالوا ان هو مات ودخلوا المشرحه وتعرفوا على جثته، بعد 130 يوم اكتشفوا انه عايش. ايه اللي حصل؟ هنشوف ده فقرتنا الرئيسيه. خلينا نبدا اول الفقرات معاك يا رغده. خبر عاجل نشرته وكالة الأنباء السعودية النهاردة 20 يوليو صباحا، إنه الملك سلمان عبد العزيز في حالة صحية يعني مش في أحسن حالاته بسبب التهاب في المرارة. النهاردة الملك سلمان دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوصات، ويمكن من وقت إعلان هذا الخبر وكل السوشيال ميديا تصدرها هاشتاج سلامتك يا أبو فهد على تويتر على انستجرام وعلى فيسبوك. يمكن كل رؤساء الدول بدأوا يدعوا له بالسلامة، وطبعا متصدر المشهد أهل المملكة العربية السعودية. عشان نطمئن على الحالة الصحية للملك سلمان ونعرف آخر المستجدات، هنضم لينا عبر الزوم الأستاذ عبد الرحمن المرشد الصحفي. أهلا بيك يا فندم، طمنا لو يعني تطلعنا على آخر المستجدات للحالة الصحية للملك سلمان. نعم، طبعا أولا أهلا فيك أستاذة رغدة، أستاذ محمد، ويعطيكم العافية. حقيقة أنا أعتذر على ضبط هذه الحقيقة الوسيلة الإعلامية المميزة. طبعا حسب ما يعني نشرت وكالة الأنباء السعودية أنه خادم الحرمين الشريفين يعني حفظه الله ورعاه يعني تعرض لوعكة صحية بسيطة، وأدخل على أثرها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوصات، وطبعا النتيجة كما ذكر طبعا أنه يعني التهاب في المرارة، وإن شاء الله بإذن الله أن يعني نسأل الله عز وجل إن شاء الله الشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يمد الله بالصحة والعافية، وإن شاء الله أن يعود إلينا قريبا بحول الله. طبعا كنا نعلم أنه كان يفترض أنه في لقاء مع رئيس الوزراء العراقي أن يلتقي بخادم الحرمين الشريفين، ولكن نظرا لهذه الوعكة الصحية تم تأجيل اللقاء إن شاء الله إلى حين
خروج خادم الحرمين الشريفين إن شاء الله بالصحة وسلامة من المستشفى. طبعا أنا أضم صوتي ضوء الصوت الأستاذة رغدة عندما ذكرت أنه الآن تويتر يعني حقيقة يعتبر يمكن ماخذ ترند عالمي اللي هو سلامة خادم الحرمين والسؤال عن صحة خادم الحرمين الشريفين. الحمد لله إن شاء الله إحنا نقول أنه إن شاء الله وعكة صحية بسيطة وأنه إن شاء الله يتماثل للشفاء وأنه يخرج بصحة وسلامة. طبعا إحنا لو مثلا بنتحدث يعني مثلا عن خادم الحرمين الشريفين، طبعا خادم الحرمين الشريفين يعني حقيقة من الشخصيات المرموقة على مستوى العالم، وتولى الحكم عام 2015 وقبلها طبعا من عام 2012 كولي العهد، وقبلها تقريبا إلى أكثر من 50 عام كان خادم الحرمين الشريفين أميرا لمنطقة الرياض. ونتكلم بكل صراحة يعني مدينة الرياض والعاصمة المملكة العربية السعودية يعني حقيقة النقلات أو العاصم الرياض العاصمة الحديثة كلها حقيقة يعني نالت التطور ونالت الازدهار أثناء تولي خادم الحرمين الشريفين إمارة منطقة الرياض، وحققت هذا النمو وهذا التطور وحقيقة هذه الإنجازات العالمية. نحن الآن يعني يمكن بالذات نتكلم عن المنزار الرياض قبل تقريبا يمكن 20 أو 30 سنة أو أكثر مثلا، وشاهد الرياض الآن يشاهد نقلة كبيرة ومهمة يعني حقيقة كل هذه بفضل الله عز وجل، ثم يعني حقيقة اللبنات الأساسية اللي وضعها خادم الحرمين الشريفين حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. طيب أستاذ عبد الرحمن، أنا يعني حابب أستغل وجود حضرتك معنا وأسأل حضرتك يعني تطلعنا على موقف السعودية من آخر التطورات المتعلقة بالإقليم، يعني لو سألت حضرتك تحديدا عن موقفها فيما يدور في ليبيا. طبعا بالتأكيد المملكة العربية السعودية أكدت مرارا وتكرارا أنه أمن مصر وما يعني وما تتعرض له مصر هو من أمن السعودية، ونفس الشيء ايضا امن السعوديه من امن مصر. فحقيقه المملكه العربيه السعوديه ومصر يعني انا خلينا نتكلم بكل صراحه يمكن هم الضلعين الاكبر او الضلعين المهمين في عالمنا العربي، ونحن نعلم الان ما تتعرض لليبيا حقيقه من يعني خلينا نتكلم بكل صراحه من تدخل تركي واضح وسافر في الشأن الليبي. لذلك كان لابد ان يعني ان حقيقه مصر العروبه، مصر يعني حقيقه التاريخ، مصر لابد أن يكون يعني لجمهورية مصر العربية حضور قوي في هذا الموضوع. وكلنا نعلم أنه يعني نتكلم بكل صراحة يعني إذا كان مصر ستتدخل في الموضوع بالتأكيد أنه مصر ستحسم الموضوع لصالحها، لأن مصر يعني حقيقة الجيش المصري، مصر يعني مصر يعني دولة قوية، دولة مؤثرة في المنطقة بشكل عام. وكان هناك تحذير سابق أطلق فخامة الرئيس المصري فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد يعني حقيقة أن هناك خطوط حمراء يجب ألا تتجاوزها. وأنا متأكد يعني حقيقة أن حكومة الوفاق أو الحكومة التركية أنها تأخذ هذا الأمر بالحسبان، أنا متأكد من هذا الأمر تماما، وأنا متأكد إن شاء الله أنه لن يعني حقيقة لن يتم تجاوز هذه التحذيرات اللي أطلقتها مصر. وايضا ارجع واعيد واقول لك ان المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه مصر العربيه هما حقيقه دولتان في جسد واحد، هما حقيقه تقفان على خط واحد من كافه التدخلات الاقليميه اللي تتعرض لها يعني حقيقه او اللي يتعرض لها عالم العربي. جينا مثلا نتكلم عن ليبيا وتدخلات تركيا، ممكن نتكلم عن ايران وتدخلات ايران في عالمنا العربي، نجد مصر تقف مع المملكه العربيه السعوديه ومع دول الخليج. الان دول المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج ايضا تقف مع مصر وتساند مصر، وانا متاكد يعني انه لن يحصل باذن الله الا كل خير. وهذا التدخل يعني حقيقه وهذا التحرك من مصر يؤكد انه مصر فعلا ما زالت تقوم بدورها المهم، ما زالت تقوم بدورها يعني حقيقه الاقليمي اللي يؤكد قوه مصر ويؤكد انه مصر فعلا دولة فاعلة، ليس يعني حقيقة حتى على منطقة ليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إنما أيضا على مستوى العالم العربي وأيضا على مستوى أفريقيا. يعني إحنا إن شاء الله يعني أنا صح. عبد الرحمن خليني يعني أكمل على كلامك وأختم بكلامك، قلت حضرتك جملة مهمة جدا إنه دائما وأبدا مصر والسعودية بيكملوا بعض، ووقوف الدولتين إلى جانب بعض ده دور هام جدا على كل القضايا على كل المستويات على فكرة المحلية والإقليمية، وده هام جدا. فأنا بشكرك شكرا جزيلا، طمنتنا على حالة الملك سلمان، وأي مستجدات ممكن حضرتك تكون معانا كمان تطلعنا عليها. شكرا ليك. شكرا وشكرا لحضراتكم. هنكمل كمان الفقرة الرئيسية ونشوف عندنا إيه مواضيع بقى. الله يعطيكم العافية وشكرا لكم. طيب انتقالا من السعودية تعالي بقى في مصر، عندنا النهاردة حاجة غريبة جدا على طريقة الدواء فيه سم قاتل. فاكرة الجملة دي؟ النهاردة جهاز حماية المستهلك أطلق تحذير ل 12 مالك لسيارات مرسيدس في مصر،
وكمان اطلق تحذير اخر لشركات الاتصالات متعلق بالكول تون، يعني الجمله اللي بنسمعها لو عجبك الكول تون دي دوس نجمه قد تتغير الفتره المقبله. ايه الاسباب وايه التفاصيل؟ انا كان معايا حوار مع الدكتور احمد سمير فرج القائم باعمال رئيس جهاز حمايه المستهلك فور اطلاق هذا التحذير، هنشوفه مع بعض ونعود مره اخرى لفقرتنا الرئيسيه. مساء الخير، اهلا وسهلا محمد بيه وبالساده المشاهدين. اهلا بيك. في البدايه دكتور، ايه حكايه ال 12 عربيه دول ومشكلتهم ايه بالظبط؟ زي ما تعودنا كده جهاز حمايه المستهلك بنقول ايه، بيعلم الناس حمايه المستهلك، بنحفظهم يعني ايه حقوق، يعني تحفظهم يعني ايه، يعرفوا ايه هي حقوقهم في جوه قانون حمايه المستهلك. قانون زي ما دايما بحب اكرر واقول ان قانون 180 لسنه 2018 من القوانين القويه جدا في العالم، بتحافظ على حقوق الناس كويس جدا. من ضمن استحقاقات القانونيه هو الاستدعاء او الريكول، اللي زي ما بيسمى كده انترناشونال ريكول. فاي حد شاري عربيه من اي حته ممكن يبقى فيها بعض الاخطاء، والخطا دوت ممكن يعني نقول يتراوح ما بين الخطا او عيب في زرار صغير ملوش اي قيمه في العربيه او يعني قيمته بسيطه في العربيه، الى انه يوصل لحتى الارباج او في وسائل الامان الخاصه بالعربيه. وده حاجه معروفه انترناشونال، وده مش عيب في الشركه بعينها لكن في كل الشركات تقريبا. فالاجراء اللي بيتعمل ايه، ان هم بيستدعوا يحددوا الخطا ده فين والعيب ده فين، ويبتدوا يستدعوا على هذه السيارات الشركه وتبتدي تصلح هذا العيب او تغير جزء المعيب ده. ما هو ايه العيب يا ايه العيب يا دكتور اللي كان في العربيات دي؟ معلش، في العربيات دي في خطا في العربيات دي، الشنطه الخلفيه بيحصل فيها انها ممكن تتقفل التلت والتلتين زي بعض العربيات الاس يو في. فاللي بيحصل ان في العربيه دي القفل بتاعها مش قوي، ممكن مع وجود عدد كبير من الشنط يحصل فتح للقفل. هم بيشايفين طبعا ده، وده فعلا ممكن يبقى يسبب خطوره على الناس اللي راكبه جوه، او يحصل يعني حد مثلا يروح مفاتح مره واحده وهو سايق فيتخض ويبص وراه فجاه، فهو ده طبعا في خطوره بيسبب بعض الخطوره. فاستدعوا في مصر ما لقوش غير ال 12 عربيه اللي احنا ذكرناهم على سبيل الحصر. طبعا في الدول العالم الاخرى بيبقى فيه يعني حاجات ثانيه او في عادات ثانيه اكتر من كده، لكن احنا ما حصرنا مع الشركه المالكه مصر ما فيهاش غير ال 12 عربيه دي. بيتوجهوا للشركه على طول، بيتم تغيير الجزء المعيب دوت وبترجع العربيه في حالتها الطبيعيه السليمه. زي ما تقصد ان احنا بنعدي دكتور، تقصد ان دي مشكله عالميه، يعني مش متعلقه بمصر بس؟ لا، هي مشكله عالميه في الموديل ده كله، بيبقى عدد معين من العربيات هم بيقدروا يوصلوا العيب ده موجود. لغايه كام عربيه بالظبط، وايه هي عدد الخاص بيها، وبالتالي بيعرف كل شاسيه راح في انهي دوله. ومصر ابلغت بال 12 شاسيه، بال 12 هم دول الموجودين داخل جمهوريه مصر العربيه، وبالتالي بيتاخد بقى الاجراء اللي احنا بنقول عليه، وده نص قانوني في قانون حمايه المستهلك، ان يتم ابلاغ الجهاز ويتم التنسيق مع الجهاز حتى يتم ازاله هذه الاسباب مع المستهلك المصري. طيب دلوقتي يا دكتور، الجهاز اعلن عن ارقام الشاسيات الخاص بهذه العربيات، يعني لو لا قدر الله اصحاب هذه السيارات ما خدوش بالهم من هذا الاستدعاء، ايه الخطوه التاليه؟ احنا بعد الاستدعاء دوت، لو هي بنشوف النسبه، دايما بنتابع مع الشركات نفسها النسبه اللي تمت معالجتها من الاستدعاء، هل هي وصلت للنسبه العالميه ولا لا؟ لو وصلت للنسبه العالميه كده يبقى واحنا بنزود كمان على النسبه العالميه في مصر، في جهاز حمايه المستهلك في مصر بنحب دايما نبقى واصلين لنسبه اعلى من النسبه العالميه، يمكن اكثر من 10% او 15%. فاحنا برضو لو ما لقيناش ان احنا وصلنا للنسبه اللي ترضي من ناحيه وتخلينا مطمئنين على المستهلك من ناحيه معينه او من ناحيه الخاصه بالصحه والسلامه، احنا بنخليه يعمل اعلان تاني في الجرايد، بنخلي الشركه تعلن ده في الجرايد. بل هنا العدد عندنا قليل، احنا ممكن نخليهم يتصلوا بيهم لو عندهم البيانات بتاعتهم كامله والبيانات قريبه، ويتصلوا بيهم بالتليفون وياكدوا عليهم ويحجزوا لهم الميعاد ويخليهم يحضروا الشركه. طب لغايه دلوقتي يا فندم، هل حد من اصحاب العربيات دي تواصل مع الجهاز او حضر بالفعل؟ هو لسه النهارده البيان نازل، فطبعا اللي هيحصل ان هم الشركه نفسها هتتولى الاتصال، الشركه المالكه للعلامه، الاتصال بهذه المالكين يعني لهذه العلامه او لهذه السيارات، ويبلغوهم بتحديد المواعيد، وطبعا بيدونا فيدباك عشان نبقى متاكدين ان الريكول تم بشكل مناسب. طيب دكتور، الجهاز برضو اطلق يعني تحذير شديد اللهجه لشركات الاتصالات بخصوص الكول تون، يعني ايه التعديل اللي حضراتكم طلبتوه؟ خلينا بلاش الصيغه اللي هي ان احنا لا، هي زي ما بنقول ايه، ان التجاره منظومه كامله.
صحيح. فيها المورد للشركات دي وفيها المستهلك، واحنا مع المستهلك شويه، لكن كله بنعلمه حقوقه، بنعلم المستهلك حقه ايه في القانون، وبنعلم الشركات دي ايه واجباتها والتزاماتها جوه القانون، وفي الاخر احنا عايزين انتظام السوق. احنا بكل بساطه زي ما بنكمل في ملف التجاره الالكترونيه، بصينا في الخدمات الالكترونيه وابتدينا نقول الكول تون دي من الخدمات الالكترونيه، الاغاني اللي بتظهر فجاه من الخدمات الالكترونيه، اي خدمه بيطلبها المستهلك عن طريق الموبايل وبتجيله دي من الخدمات الالكترونيه. المطلوب فيها طبقا للقانون ان تتم على مرحلتين، احنا عقدنا مع منسقين الشركه وخاطبنا الشركات كلها الاربعه بحيث ان هم نفهمهم القانون زي ما بنتعود دايما، بنعرف المستهلك حقه وبعدين بنعرف الشركه ايه التزاماتها وبعدين بنديهم مهله وبعدين بنطبق القانون وبقوه. فده بالظبط السيستم اللي احنا ماشيين بيه وبنكمل بنفس الطريقه. فاحنا اعلنا للناس خلي بالكم، اعلنا للشركات انتوا خلي بالكم لو عملتوا الخطا ده هتبقوا مخالفين للقانون. ايه هو الخطا يا دكتور؟ يعني ايه المشكله بخصوص الكولتون بالظبط؟ عدم قيام الشركات بعرض خطوتين. يعني احنا فجاه حضرتك بتلاقي ممكن خدك جه على سوري اسف على زرار غلط، انت اشتركت في الكولتون بالظبط. لا انت لو لازم ده يتم على مرحلتين، المرحله الاولى انها بيحصل فيها ان المستهلك يبدي رغبته ثم يعرض عليه مرحله ثانيه لقيمه تكلفه هذه الخدمه، فما بيأكد عليها هو كده اشترك بكامل كود. احنا بنقول احنا لما حصرنا بعض الحالات لقينا ان الكولتون ده 8.5 جنيه، فما يعمل الغلطه زي دي عند مليون او 2 مليون مشترك، احنا بنتكلم في 5 و10 مليون جنيه في اليوم الواحد. فبالتالي احنا بنقول لا، ده حق المستهلك وياخده على خطوتين زي ما القانون قال، وفي حاله عدم الالتزام بده هيتم رد كل المبالغ اللي اتخصمت منه دون وجه حق. طب يعني الجمله الشهيره اللي بنسمعها اللي هي لو عجبك الكول تون دي دوس نجمه، هل بعد هذا التحذير هيحصل تعديل في هذه الجمله؟ المفترض ان يدوس نجمه وبعدين ياكد بعد النجمه باوكي مره اخرى. طب هل شركات الاتصالات يا فندم يعني كان ليها رد فعل على هذا التحذير؟ استجابت او رفضت او في اي مناقشات بينكم؟ هم بعض ممثلين الشركات قالوا احنا اوريدي عندنا هذه الخدمه او عندنا هذه الاوبشن ان هو او الميزه ان هو يقدر يدخل بمرحلتين. احنا اكدنا عليهم على الالتزام بالقانون وهم حقيقه ابدوا التزامهم بالقانون. يمكن الشركه الرابعه ما عندهاش كولتون لسه، وقلنا لهم برضو كده كده سواء كولتون او غيره من الخدمات لازم الكل يلتزم بالقانون، وهو ده اللي احنا بعتنا لهم جوابات بكده وادينا لهم مهله 14 يوم. بعد ال 14 يوم هيبتدي تطبيق القانون كالعاده زي ما احنا اتعودنا. تمام. دكتور احمد سمير فرج القائم باعمال رئيس جهاز حمايه المستهلك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم بحضرتك. طيب انتقالا بقى من حمايه المستهلك هنروح لموضوع المظاهرات اللي حصلت في هاسياندا في الساحل الشمالي، حيث صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها يعني الناس اللي عندهم شاليهات في هاسياندا بيتظاهروا بالمايوه. ربما ده صار موجه من السخريه على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس استهجنت ده جدا، ازاي مظاهرات بالمايوه؟ يبدو الموضوع بسيط او تافه، لكنه الموضوع يعني غلط كبير، الموضوع مش مبني على كده، المساله مبنيه على حقوق الناس دي، وربما يعني كان في اتفاقيه معينه بين هؤلاء المتظاهرين وشركات معينه وفوجئوا باختلاف في هذه الاتفاقات. عشان نفهم الموضوع اكتر هيكون معنا استاذ احمد ايوب وهو احد الملاك في هاسياندا. اهلا بيك. يا اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. قول لي ايه الموضوع وليه كانت المظاهرات دي؟ هو الاول يا فندم هي ما كانتش مظاهرات بمعنى مظاهرات، هي كانت واقفه احتجاجيه متحضره اعتراضا على فروق الصيانه المبالغ فيها اللي احنا بندفعها كل سنه وما فيش مقابل ليها خدمات بنفس الفروق. يعني بمعنى بسيط حضرتك دلوقتي اشتريتي شاليه في الساحل الشمالي في كومباوند وانت بتشتريه قالوا لك ثمن الشاليه اكس زائد وديعه صيانه رقم معين بتدفعيه عشان عائد الوديعه كل سنه بيصرف على المنتجع وانت اشتريتي على هذا الاساس. يجي بعد كده يقول لحضرتك في فرق، وديعه الصيانه ما كفتش مصاريف المنتجع فانت عليكي فرق جنيه تدفعيه. طب افرضي حضرتك انت مش متفق على كده من الاول، فهل انت لو مش في امكانياتك الموضوع ده هتعملي ايه؟ اختصار الموضوع ان مثلا شاليهاتنا لقينا الفرق السنوي حوالي 50,000 جنيه متوسط، في اقل شويه وفي بيوصل ل 100,000 جنيه الفيلل. طب هل حضرتك يعقل ان حد يقعد شهرين بيستغل الساحل، شهرين كل شهر فيه اربعه ويك اند، يعني اقصى مده انا شخصيا او متوسط الناس بتوع ده 15 يوم طول السنه، ادفع 50,000 جنيه فرق مصاريف صيانه زائد الضريبه العقاريه زائد الكهرباء زائد الميه زائد بلا 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 بلا، مبلغ مبالغ فيه.
تمام. صحيح. تاني حاجة طب فأنا بتكلم في 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 قضية عامة بقى، مش قضية المنتجع بتاعنا. أنت من الأول يعني خيرني وأنا بشتري إن في احتمال يبقى في فروق صيانة تبقى حوالي كذا، لأن أنا ممكن هي آخر فلوس معايا أنا دفعتها، وبقيت المبلغ اللي أنا بقدر أدخره كل سنة للصيف بصرفه في الصيف، ما تجيش تاخده مني كله فروق صيانة. طب وبعدين وظروف اقتصادية دلوقتي وحشة، ده بلس بقى إيه؟ إن مصاريف الصيانة المبالغ فيها دي ما بيبانش على القرية أو على المنتجع إن في حاجة صرفت، زائد بيحسبوها بناء على إيه؟ أنا مثلا الوحدة 300 متر العقد. أنا طب يا فندم معلش أستاذ أحمد، يعني بغض النظر عن التفاصيل، هل الشركة بعد ما عملتوا الوقفة يعني كان ليها أي رد فعل؟ يا فندم ما الفكرة بقى في إن إيه بصراحة، يعني أنتوا طبعا اليوم السابع ده موقع كبير ومحترم، فأنا برفض المداخلات عشان كده، لكن أنا اخترتكم عشان كل حد يقول بغض ما وجهه النظر لو ما وضحتش كامله فمش هيبقى فيه. يعني كان في مداخله امبارح في احد القنوات، والسيد الاستاذ رئيس مجلس اداره الشركه استاذ ياسين منصور عمل مداخله قال فيها وجهه نظره كامله، وانا ومالك تاني دقيقه وقطعوا علينا. طب وبعدين يا جماعه احنا مش عاملين الوقفه عشان الشركه تطلع تدافع عن نفسها، يعني الشركه اكيد هتدافع عن نفسها، طب واحنا مين هيسمعنا؟ فاهم؟ في فروق الصيانه دي، في مخالفه العقود ومخالفه المساحات، في المبالغ اللي جم خفضوها، وبعد ما خفضوها السنه اللي بعديها ضربوها لنا في ثلاثه، مفيش خدمات، مفيش الماستر بلان اللي احنا شايلين عليه غيروه تماما. وبعدين الشركه ردت علينا قالت لنا ايه؟ ارفعوا قضيه، الجأوا للقضاء. طب استاذ احمد معلش انا بقطعك، لكن عندي سؤال يعني من الاول اللي كنت عايز اساله لك، مين صاحب هذه الفكره ان انتوا تعملوا مظاهرات تعملوا وقفات زي ما قلت والله مايو؟ بصراحه لا، هي اولا المظاهرات مش بالمايو، هي المظاهره اللي كانت ساعه 2 الظهر، فالناس اغلبها على البيتش، فطلعوا في ميعاد الوقفه من البيتش، وكان في ناس ببنطلونات وناس بشرطات بس ده صاحل. يعني الموضوع يا جماعه مش في الشكل، الموضوع في القضيه نفسها. صحيح. انا كان صاحب الفكره دي مجموعه من الملاك بقالهم اكتر مننا، يعني بيقعدوا هناك اكتر، فشافوا كل المقاسي بتاعت البتاع، فحاولوا مع الشركه بقالهم سنتين لقوا مفيش فايده، فاخر ما يأسوا اقترحوا علينا الوقفه دي واحنا رحنا معاهم. لكن كم واحد متضرر يا فندم تقريبا كده؟ يعني كم متضرر؟ والله يا فندم بص، هو امبارح صاحب الشركه طلع قال كل المتضررين 50 واحد، وبعدين الاستاذ في البرنامج لما عرض عليه انه يقعد معاهم قال له انا ما اقدرش اقعد مع 1200 مالك في خمسه متوسط كل اسره، فانا ما فهمتش معناه ان هم 50 واحد المتضررين ولا 1200. طب حضرتك بقى يعني حضرتك ممكن يكون عندك المعلومه، شايف ان هم كام حد متضرر؟ والله ما اقدرش اعرف العدد بالظبط، بس انا شايف ان مش اقل مثلا من يعني كل اللي انا شايفهم متضررين بصراحه، يعني ممكن نقول على الاقل 50% من السكان. طب شايف انه السوشيال ميديا خدت الموضوع الى زاويه سخريه، لانه الموضوع بيتعلق بهسيندا والساحل والشرطات، وانه الناس دي بتصيف فالمفروض ان هي تقعد وخلاص، يعني تحمد ربنا ان هي في البحر واحنا لا. والله السوشيال ميديا بتاخد اي قضايا قوميه حتى على دايره السخريه، ده طبع السوشيال ميديا، فده مش قضيتنا احنا اللي قاعدين واحنا اللي شايفين. وبعدين يا فندم ده الموضوع ده مش عندنا بس، ده موضوع لازم يتقنن، لان كل اللي بيعملوا ماستر بلان بيبعوا لنا عليه وبيجوا بعد كده بيبنوا مساحات تانية ما كانوش متفقين عليها، بيتفقوا معانا على عدد من المساحه للبيتش وعلى عدد من حمامات السباحه، وبعدين بيخلفوا كل ده بعد كده. وبعدين لما تيجي تتكلم يقول لك احنا طبعا مش هنعرف ننافسهم كقضائيا او محاسبيا، فاحنا اخترنا في الاخر ان احنا هنجيب مكتب محاسبه وهنرفع قضيه وهنتداولها قدام القضاء، والمشكله بقى ان لغايه ما القضيه تتداول بيمنعونا من دخول الشط، وده موضوع يعني ما ينفعش. يعني انا لو في قضيه انا معترض مش لحين الحكم دي، انا ما استمتعش بخدمات الكومباوند بتاعي اللي انا دافع فيه ملايين، هل ده يعقل؟ ولا من حق استمتع بكل خدماته الى ان يثبت في القضيه، ولا لازم ادفع غصب عني؟ طيب يعني من حق حضرتك يا فندم، واعتقد انه انتوا خدتوا خطوه للتصعيد، والان الموقف في يد يعني الاجراءات القضائيه، وهنتابع معاكم الفتره الجايه ان شاء الله. يوم الجمعه الجايه عاملين وقفه احتجاجيه برضو على مستوى اكبر، لان بقيه الملاك اللي ما كانوش عندهم خبر جايين كلهم يوم الجمعه الجايه الساعه 5. حلو يا فندم، بقى موضوع الشرطات ده بس تمنعوه في الوقفه علشان خاطر برضه مفيش حد يخسر. خليهم طب يلبسوا ايه؟ الناس بتاخد بالظاهر، الناس خدت شرطات في الصور هيعلقوا. ماشي يا فندم، شكرا ان شاء الله. استاذ احمد ايوب احنا بنشكرك شكرا جزيلا، وبنفضل نتابع معاك مستجدات الموضوع ان شاء الله. ان شاء الله. طيب واحنا بنتكلم عن الساحل الشمالي، في خناقه كل سنه في الساحل الشمالي والكره السياحيه، ناس بتطلب من المحجبات انها تنزل بالمايو الشرعي، وناس بتخرج المحجبات اصلا من حمامات السباحه، وناس على مواقع التواصل بترفض
وناس بتأيد وخناقه كل سنه على السوشيال ميديا بدات من حوالي 3 او 4 ايام. احنا دلوقتي معانا الاستاذ تامر نبيل عضو مجلس اداره غرفه المنشات الفندقيه وبنساله الخناقه دي يا فندم ليه بتتجدد كل سنه؟ مساء الخير يا فندم. هي موضوع دائما وابدا هو اختلاف وجهات النظر. هو للاسف المشكله مش مشكله مايو سواء بكيني ولا او بوركيني اللي هو مايو الشرعي. هو الحوار هو ده اساس الخلاف دائما في مواصفات محطوطه للمايو اللي هو الشرعي او البوركيني معروف انترناشونال باسم البوركيني. في مواصفات موجوده ان ما يكونش فيه اي نسبه اقطان وانه يكون نسبه بوليستر كامل منع لان الاقطان في صبغات بتنزل في حمام السباحه في بكتيريا في اي حاجات ثانيه بتاثر على حمام السباحه. انا شفت الفيديو اللي انتوا بتتكلموا عليه اللي هو عامل حوار على السوشيال ميديا دلوقتي. الحقيقه اللي ضايقني مش اختلاف في البوركيني ولا البيكيني ولا مايو عادي. الشيء المحزن الحوار بين المصريين. مش معنى ان انا اختلف في وجهه النظر على كتابك ولا ليا وجهه نظر فنوصل لمرحله ان احنا نبقى خصم وليس اختلاف في وجهه النظر. وده من وجهه نظري هو ده المشكله الدائمه ابدا اسلوب الحوار سواء على مستوى المايوهات او حتى على مستوى في اي حاجه عشان اتجاهات سياسيه او كذا. بص تلاقي الموضوع هو اختلاف في وجهه نظر. ممكن نتواصل باسلوب ارقى من كده كل واحد يقول وجهه نظره وفي الاخر في رولز بتنسق او بتنظم عملية نزول المايو. يعني معروف على كل مستوى العالم ان المايو يجب ان يكون له مواصفات معينه ان هو نسبه عاليه من البوليستا وان هو يكون مايو. بس تامر يعني بما بنتكلم عن التنظيم هل من حق مكان سياحي او ايا كانت هذه الجهه انه يمنع المحجبات من دخول هذه الاماكن او يفرض حتى زي معين على الناس اللي داخله؟ بص عليك هو اساس المشكله اللي بدات من سنتين ثلاثه الموضوع دوت ليه؟ لان في بعض الفنادق كان الاجانب مش متعودين على المايو الشرعي دوت او البوركيني. فبالتالي كانوا لما بيلاقوا حد نازل بالمايو الشرعي في حمام السباحه بيفتكروه انه نازل بهدومه وده مضر صحيا. فكان دايما الاجانب بيجوا يختلفوا ويشتكوا ويقولوا دول نازلين بهدومهم. فكنا بنوضح لهم يا جماعه ده مش هدوم دي مايو بمواصفات المايوهات ولكنه شرعي. فاخذت وقت ودلوقتي اتعرف اسم البوركيني منه بعد كده طلعوا عليه وبداوا الاوروبيين جزء كبير منهم بيفهموا دوت ويعرفوا ان ده مايو. طيب استاذ تامر لو حد بيسمعني يعني في ناس بتتكلم عن انه لازم يكون المايو الشرعي ليه خامه معينه علشان خاطر تقدر تنزل بيه يعني مدى صحه الكلام ده ايه؟ مظبوط 100%. طب ايه الخامه بقى؟ ايه الخامه اللي لازم الخلاف دايما بيحصل في الناس انه ما يكونش فيه نسبه قطن بتبقى نسبه بوليستر عاليه جدا عشان القطن زي ما انا قلت بيبقى فيه صبغات او بكتيريا بتتفاعل مع الكلور في حمام السباحه وبتبقى مضره بالصحه وبالعين. فبالتالي المواصفات المايوهات كلها بتبقى نسبه البوليستر عاليه جدا بتمنع اي صبغات او اي حاجه تنزل في حمام السباحه. وده برضه بيجعل نسبه كتيره جدا من المصريين بيلبسوا اي هدوم عندهم وفاكرين ان المايو الشرعي ان اي حاجه بكم طويل فيلبس بنطلون قطن او بنطلون فيه نسبه قطن ويبتدي ينزل بالحمام فمن هنا بتحصل المشاكل دي كلها. لكن انا نوبادي بصراحه انا شفت الفيديو انا شايف مكان راقي جدا قريه سياحيه راقيه والقطن على مستوى واضح من التعليم والثقافه مستوى عالي جدا وده اللي احزاني ان حتى في مستوى راقي جدا مستوى الحوار والجدال في هذا الموضوع باسلوب غير راقي لا يليق بمستوى الناس اللي بتتكلم بيه وكده. لكن المايوه الشرعيه له مواصفات. انا شايفه انه صراع الثقافات وانه احنا بنميز محجبه عن غيرها ده واخد جزء كبير من المساله. يعني بعيدا عن فكره هتلبس ايه والخامه ده كله كلام مهم، لكن راي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ انه هم شايفين ان المحجبات بيزحموا وغير المحجبات شايفين ان ده مكانهم، يعني دي ممكن تصنف عنصريه بنسبه كبيره. ما هو بصي انا مش عايز اخد الحدث ده واعمله هو ده ان جنرال بقى موضوع عام او ده مكرر ومعاد. الحدث ده يعني واحد من في بعض الاماكن حضرتك اقول لك ان الايه معكوسه. في بعض الاماكن هتلاقي لو واحده نازله بمايو بكيني والناس قاعده هتعترض على البكيني وتقعد تبص عليها او تصور او في بعض الاماكن. فهو الموضوع نرجع نقول ايه سواء كان بكيني ولا بوركيني الموضوع هو ان احترام حريه الاخرين ما لم يمس حريتي. هو ده الاساس هو ده الثقافه اللي احنا نتمنى ان احنا نوصل للمستوى ده. لما في امريكا في كل الثقافات من اول الهندي العربي الشرقي اللاتيني وكلهم يتعاملوا مع بعض في قانون بيحترم الحريات. انت ليك حريه تقف عندها
الطرف الاخر يحرك كيفما شاء طالما لم يمس حريته. هو دي الثقافه اللي احنا نتمنى ان احنا نوصل لها. لكن الناس هنا من يختلف معي في الراي فهو خصم لي وابتدي اتنمر به او ابتدي اعترض عليه بطريقه غير لائقه. اسلوب الحوار، اجي اقول اسلوب الحوار بس، اتمنى ان احنا نوصل للمستوى ان احنا نكون نتفهم ذلك، ويكون الاسلوب في الاختلاف ايا كان الاختلاف الراي في اي شيء يكون في اسلوب راقي ومحترم نحافظ عليه عشان نبقى دوله نتمناها تكون من احسن الدول واحسن الثقافات. تمام. بنشكر حضرتك استاذ تامر نبيل عضو مجلس اداره غرفه المنشات الفندقيه، بنشكر حضرتك. طيب انتقالا من هذه الخناقه اللي مش يعني بالضروره تنفع الناس الى بقى ما يمكث في الارض، النهارده في بشرى مهمه جدا اعلنتها وزاره الصحه والسكان، وهي انه هناك مباحثات بتجري الان بين مصر والصين علشان تصنيع لقاح لمواجهه فيروس كورونا. احد الشركات الصينيه بتتاكد دلوقتي من صلاحيه هذا اللقاح التامة، وقالت انه سيتم توقيع عقد ما بين مصر والصين على تصنيع هذا اللقاح ونقل التكنولوجيا الخاصة بهذا اللقاح للقاهرة عبر احد الشركات المهمة. ودكتور هالة زايد النهاردة استقبلت السفير الصيني لدى مصر بديوان عام الوزارة لمناقشة مشاركة مصر في اجراء التجارب كاحد المراكز الدولية المشاركة في تصنيع لقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع احدى الشركات الصينية. وسمعنا عن انه مصر هتكون احد المصادر اللي هتصدر هذا اللقاح للمنطقه. احنا معانا الدكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه. خليني ارحب بيك يا دكتور في البدايه. مساء الخير. مساء الخير استاذ محمد، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. هل بالفعل يا فندم تم الوصول الى المراحل النهائيه لانتاج هذا اللقاح؟ طب سؤال كويس جدا نبدا بيه. احنا حاليا موجود في العالم 155 لقاح محتمل، منهم فقط 11 ابتدوا يخشوا في المرحلة الأولى على البشر، منهم 15 في المرحلة الثانية، ومنهم 4 فقط في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة دي المرحلة اللي هي النهائية قبل الموافقات، منهم العقار الصيني اللي خد موافقة مبدئية لغاية ما تتم المرحلة الثالثة ما تخلص. فحاليا اللي احنا منتظرينه هو 4 لقاحات موجودين في آخر مرحلة، منهم لقاح أكسفورد اللي مصر برضو الحمد لله تعاقدت على وجود يعني 30 مليون جرعة للمصريين لو ثبت نجاحه في آخر مرحلة، ومنها فكرة ان احنا نخش في فكرة التصنيع للقاح الصيني اللي هو برضو حاليا في آخر المراحل، وده طبعا عن طريق شركة فاكسيرا زي ما تفضلت بالضبط في التقرير. طب امتى يا فندم هيبدأ التصنيع تحديدا في المصانع؟ وبالتأكيد طبعا وزارة الصحة مش كده؟ فاكسيرا دي شركة تابعة للحكومة لوزارة الصحة بالظبط. عموما هو اللقاح عشان بينتج بتعمل حاجة بيسموها الأول ترانسفير للتكنولوجي أو نقل للتكنولوجيا ما بين المصنع اللي موجود في الصين لفاكسيرا في مصر اللي هي شركة اللقاحات المصرية. بعد كده بيبتدي يشوف الحاجة بيسموها capacity building أو بناء الإمكانيات والبنية التحتية لبناء اللقاح. عادة في العمليات العادية ده بياخد ممكن سنين. اللي تم بالفعل والتعاون ما بين مصر والصين ان العملية دي يتم تسريحها بحيث انها تخلص في 2021، بحيث ان مصنع فاكسيرا بقى قادر ان هو ينتج هذا اللقاح. طبعا مصنع فاكسيرا هو اللي بينتج كل اللقاحات اللي احنا بنديها كتطعيمات، كل التطعيمات اللي بنسمعها في الحملات دي بتبقى طالعة معظمها من فاكسيرا او من شركات اجنبية. دكتور اسلام، يعني المواطن المصري اللي بيسمعنا دلوقتي لو نقدر نقوله بشكل مختصر كده، امتى هيبقى في مصر لقاح فعال لمواجهه هذا الفيروس؟ سؤال كويس. احنا عندنا دلوقتي الاوكسفورد فاكسين، الفاكسين اللي بينتج من اوكسفورد ده المفروض ان النتائج بتاعته تطلع في شهر سبتمبر. لو النتائج بتاعته طلعت كويسه ده معناه ان احنا من اول شهر اكتوبر ممكن يبتدي الامداد، ممكن ان احنا نبتدي نطلب الجرعات بتاعتنا بحيث تبقى موجوده على شهر. خبر كويس جدا. يعني معتمد على نجاح المرحله الاخيره منه. يعني ممكن في نوفمبر يبقى عندنا في مصر لقاح لمواجهه فيروس كورونا. بالظبط، لو التجارب نفسها المرحله الثالثه نجحت. طب يا دكتور هل نقدر نقول دلوقتي انه مصر تخطت الذروه في او مرحله الذروه في فيروس كورونا ولا لازلنا محشورين فيها؟ نقطة كويسة. احنا فعليا في 1/7 ده كان الذروة، وده يعني كانت وفقا لمعظم الكيرفز والمنحنيات اللي احنا عرضناها من شهرين حتى معاكم في اليوم السابع. احنا وصلنا لحاجة بيسموها التشبع في الإصابات، دي معناها ان كل 10 مصابين ما بيعدوش أكتر من 10، فالأرقام بتبتدي تقل.
اللي احنا دلوقتي منتظرينه بس احنا ان شاء الله تفضل الارقام دي بتقل وما يحصلش اي موجات ارتداديه. حتى الان المبشرات نفسها مبشره يعني الارقام بتقل. احنا كنا منتظرين الاسبوع اللي فات وخايفين الارقام تعلى تاني، الارقام ما عليتش. في 8 بلاد فتحوا الاقتصاد بعديها بثلاث اسابيع الارقام عليت، احنا الحمد لله ده ما حصلش. however لكن احنا برضو عايزين نقول للناس الفتره اللي جايه دي احنا خايفين يحصل ارتفاع بسيط تاني في الاصابات، فمش عايزين نقلل احترازاتنا. خلاص هي هانت يعني، هي كلها الشهر ده وتبتدي الاصابات تقل بحيث ان احنا على شهر سبتمبر باذن الله يبقى صفر وفيات، وده المهم. مش كان في اصابات واحده او اتنين كل يوم او حتى 100، المهم ان يبقاش عندنا وفيات جديده كل يوم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. او بالمناسبه في الموضوع ده دايما يبقى فيه تنبؤات كتيره، لكن انت طمنتنا يعني ان شاء الله خير. شكرا ليك دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، كنت معانا عبر الزوم، شكرا ليك. طيب سما المصري قررت تعتذر للناس من خلال تسجيل صوتي لليوم السابع. قالت في التسجيل ده انه يا جماعه والله ما كانش قصدي حاجه وما كنتش عارفه ان الفيديو اللي انا سجلته ده ممكن يعمل مشاكل. طبعا لما يعرفش سما المصري بتقضي الان حكم بالحبس 3 سنوات في قضيه اتهامها بنشر الفجور والفسق والتحريض على الدعاره. النهارده كانت في قضيه جديده بذات الاتهامات ايضا، ولكن في واقعه جديده تمكن زميلنا اليوم السابع الاستاذ احمد حسني ان هو يحصل على تسجيل قصير منها بتعتذر فيه للشعب المصري عن اللي عملته، وبتقول يعني انا بعتذر ومش هرجع لهذه التصرفات مره اخرى. تعالوا نسمع هذا التسجيل القصير ونعود مره اخرى الى فقرتنا الرئيسيه. انا اولا بعتذر للناس على كل اللي حصل، انا ما كانش قصدي حاجه خالص من الفيديوهات دي ولا كان عندي نيه وحشه فيها خالص. كل اللي حصل ان انا كنت فاكره ان انا بعيش حياتي عادي جدا ونزلها على السوشيال ميديا زي باقي الناس. ما كنتش اعرف ان الفيديو ان انا بعوم فيه في حمام السباحه هيعمل لي مشاكل او 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 او، وبقول للناس ما تزعلوش مني وجمهوري ما تزعلوش مني، وان شاء الله ربنا يفكها عني وعن كل واحد متضايق، ويا ريت تفضلوا فاكريني. طيب سمعتي الاعتذار؟ سمعت. هي سما المصري بتوجه هذا الاعتذار للرأي العام وباعتبارك مواطنة مصرية في الأساس، يعني ايه رأيك بقى في هذا الاعتذار؟ والله بتخيل ان جزء كبير، انا مش هقول رأيي، انا هقول بتخيل رد فعل الناس يعني بشكل عام. يعني ايه تخيل بشرى؟ هدي تخيل للناس مش ليا. بلاش انا بعتقد ان هم مش هيصدقوه قوي، لان سما تكررت اعتذاراتها في الفترة الأخيرة، بتطلع بفيديوهات وبتطلع بتصرفات ممكن تكون غير لائقه، وبترجع تعتذر وبترجع تعيد نفس الكره مره ثانيه، فبعتقد ان هو مش هيثق فيها مره ثانيه. لكن في الاخر يعني كل الاحوال سما المصري الان في يد العداله، هتاخد القرار الذي تستحقه. وانا شايف في الملف الاخر عندك تقرير مهم جدا يا رب. صح، غريب وغريب. قبل 7 شهور قصته اختفى واحد اسمه محمد الجمال وهو معلم في الشرقيه نتيجه مروره بواحده من نوبات المرض النفسي كان بيعاني منها لفتره طويله. حلو. عن طريق الخطا اتعرفت اسره الاستاذ محمد الجمال ده على جثمانه في المشرحه، وتخيلوا انه جثمان اخوهم، لكن الحقيقه انه اخوهم حي يرزق وما ماتش وعاد مرة تانية بعد غياب 7 شهور. الحقيقة ان اليوم السابع كانت مع الاستاذ محمد الجمال في اول ظهور لي واول يوم لي وسط عيلته واسرته، وكان معنا تقرير هاي الحقيقة عملته الزميلة منى حمدي، بنشكرها وعايزينكم تتفرجوا عليه معي. طبعا اخويا محمد يعني كان انسان كويس خالص من البدايه ومجتهد في حياته. فجاه محمد يعني بدا تحس عليه يعني يتعب شويه. طبعا كان حاسس عليه اول ان هو قاعد لوحده كل واحد في ناحيه، دي يمكن تعبات نفسيه بقى وزادت ضغوط عليه. اخويا طبعا حالته يعني زادت خالص، وديته دكاتره ولف قال له ده مريض فصام التهاب ذهاني، والدكتور قال له ده يا ابني علاجه ان هو زي مريض الضغط والسكر لازم يعني ايه ياخد العلاج باستمرار ما يسيبوش. انا كنت بقفل عليه خوفا يعني انه يروح هنا ولا هنا وطبعا يتوه مننا. فلمست فيه شيء من التحسن، قال لي يا اخويا انا مش تقفل عليا انا اروح اشوف عيالي. قعد فتره بقى وغاب شويه، فاختي الكبيره قالت لي يا ابني انا حاسس ان اخوك مات. فوجئت من يومين يعني نقدر نقول الجمعه بالليل يعني الساعه 1 صباح السبت يعني هو 18 ده. فانا مش مصدقتش وجريت وبتاع ازاي بتاع، انا صعقت بصراحه، انا من ساعتها وانا في دوامه كبيره يعني. طبعا انا ما بقولش حد صلبينا، انا احنا بندور طبيعي يعني. فالراجل بتاع المشروع قال لي يا ابني في جثه جايه امبارح ويمكن تشبه الاخت الكبيره دي، بمناسبه الكلام انت بتحكيه دوت. ماشي، اختي دخلت قالت تقريبا هو يا سيد، هو شكله نبي يا سيد، خش كده اتاكد. دخلت طبعا كان له رهبه طبعا وكنت داخل خايف.
وبصيت نفس الورقه بتاعت اخويا الشعر بتاع خلاص، والمستشفى طلع من اجراءات اجبرت المركز والنيابه ودفعنا وعملنا كل حاجه، لو عملنا كل حاجه لغايه اجراءات المعاش كمان يعني خلاص كده يعني. فالناس قالت لي لازم تروح المركز توا وحالا تثبت حاله بهدومه وجلبيته البيضه ديت من الحوسه ديت معايا، علشان انت دلوقتي ماضي على جثه طبعا استلمتها ودفنتها. فرحت وهي طلت لغايه طبعا بس جت الصبح وبتاع، وخدنا اجراءاتنا ورحنا النيابه. اول ما جه طبعا تايه خالص طبعا يعني، اكلناه غديناه وقعدنا نشرب سجاير وشاي عشان هو فاضي يشرب سجاير، وقام الصبحيه طبعا وحلقنا له وبتاع النهارده الصبح وروقناه كده حميناه وبتاع وربنا يتولانا يعني. يومين ساعه حد من وزاره الصحه رن عليا وقال لي احنا هنوديك مستشفى العزازي، واستلم التليفون اخويا بعد ما يروق بقى، ارجو ان بعد ما يروق بقى يساعدوني زي ما قلنا اثبات الورق تاني ويرجع شغله او يستلم بقى وياخد مرتب بقى. الراجل ده تعبان خالص يعني، ياخد تقرير ان هو مريض خالص مش عجز كلي وياخد فلوس وخلاص، ده اللي انا عايزه، مش عايز اكتر من كده. هو الاستاذ محمد عادي يعني زيه زي اي شخص يعني، انسان طبيعي ما فيش اي حاجه وكويس، بس مر بظروف نفسيه معينه بس طبيعي يعني العقل البشري، ما كناش مستوعبين ان هو مات وصحي، ما فيش حاجه اسمها مات وصحي. اقول له ايه؟ اقول له الحمد لله على سلامتك يا كابتن محمد من رجوعك من العالم الاخر للدنيا تاني. الاستاذ محمد دوت قمه في الاخلاق والادب والاحترام. هو جاله صدمه، صدمه شديده من مراته ام عياله. الصدمه ديت اللي هو بنى البيت بعرقه وجهده وكفاحه، المدرس زي الفل، محدش يقدر يقول عليه كلمه غلط. التربيه والتعليم عسل نحل. مراته خدت الفلوس كلها بتاعته ومشي، جات له صدمه، صدمه في عياله، صدمه في بيته. استاذ محمد راجل محترم وكان بيعدي سلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكان بيصلي كويس واسلوبه حلو مع الناس، وراجل كان مدرس وحلو يعني، بس هو الحاله اللي عنده حاله نفسيه لان كان بعيد عن البلد، وطبعا الله يكون في عونه ربنا يشفيه. واحده من التقارير المختلفه الحقيقه، وانا بحب القصص الغريبه دي، ايه رايك فيها؟ بصي، هو انا متوقف في الحقيقه عند السطرين دول، انه هم تعرفوا على جثمان اخوهم ولكن في الحقيقه ما طلعش اخوه. يعني مش فاهم ازاي ممكن اخ يتعرف على جثمان في المشرحه ويظن ان هو اخوه وما يطلعش اخوه. غريبه شويه، رايح نفسيا حاسس ان هو هيلاقي اخوه فهو قال ان هو اخوه. لا، ما اعتقدش انه نفسيا حد يشوف شخص ويعتقد ان اخوه هو مش اخوه، لان جثمان شكله بيختلف شويه. مش عارف يعني، ما كنتش معاهم كل الاحوال. ده كان اخر تقرير عندنا في هذه الفقره الرئيسيه، يعني حاولنا ان احنا نلم لكم كل تفاصيل القضايا المختلفه اللي حصلت في مصر النهارده. بنشكر حضراتكم على الطيب المتابعه، وبكره معانا فقره رئيسيه ثانيه هتكون معايا زميلتي خور محمد. بنشكركم على المتابعه، وانتظرونا ايضا في متابعات اخباريه على مدار الساعه. بشكرك جدا، شكرا.